بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفض طلبات الصداقة التي ترسلها للأشخاص تؤدي إلى غلق حسابك لمدة يومين 48 ساعة، ثم أسبوع، ثم أسبوعين، ثم شهر. يرتبط العقاب الذي تخضع له من إدارة الفيسبوك اللي هو غلق الحساب دوت على عدد مرات العقاب السابقة وعدد الأصدقاء الموجودين بالفعل في حسابك. يعني لما بيكون حسابك أقل من 1000 فريند بيبقى سهل أوي إنه يديلك يومين مثلا غلق حساب. غلق حساب من إيه؟ غلق حساب يعني منعك من اد فريند، لكن تقدر تتعامل مع الحساب عادي، وده معناه برضو انك ما تخافش. وعشان كده برضو هنا بقول لك ايه، المشاركه في التعليقات والمناقشات على حائط الغير لابد ان تكون محسوبه، ولابد من مراعاه عدم ازعاج الاخرين. يفضل نشر الاعلانات من خلال الاشتراك في المجموعات المفتوحه والصفحات التقنيه. انا شخصيا لما باجي اسوق ما بسوقش على حوائط الاخرين خالص ولا ازعج الاخرين. انا اسوق في الجروبات، الجروب بيبقى مفتوح واي عضو في الجروب من حقه انه ينشر جوه الجروب، فانا بستخدم الميزه دي بحيث ان انا مبقاش مزعجه. ليه؟ لان الازعاج ولما الصفحه تتقفل اكتر من مره ويتعمل لك بلوك اكتر من مره ده بيخلي الناس مش عايزه اللي عندك، مش عايزين المنتج بتاعك. لكن كل ما تكون روحي كويسه، وكل ما اكون ودود للناس، وكل ما اكون براعي مشاعرهم وبراعي هم عايزين ايه. يعني ما يبقاش واحد مثلا نسي صفحته يومين ثلاثه يدخل يلاقيك حاطط له مثلا البوست بتاعه على صفحتك على صفحته فيتضايق، الا اذا كان صديق حميم وانت واثق ان هو مش هيتضايق. طبعا لابد من الحذر من نشر اعلان على صفحه منافسه او نشر اعلان على حدث لا تمتلكه. يعني واحد عامل ايفنت بيبيع اي منتج، مثلا عامل مثلا اعلان مثلا عن حدث سياسي، مثلا هيعملوا يوم كذا، مثلا مؤتمر سياسي مثلا او مؤتمر صحفي، تقوم حضرتك داخل نشر البوست بتاعك، لازم هيتضايق منك وهيعملك ايه، وهيعملك سبام. لما يعملك سبام هيوقفك عن انك تشتغل لمدة يومين ثلاثة. طب ما انا كنت اولى باليومين دوت ان انا استفيد منهم. ولذلك احذر ان انا ما اعملش حاجة انا عارف ومتأكد انها تضايق الغير. يفضل نشر الاعلانات من خلال الاشتراك في المجموعات المفتوحه والصفحات التقنيه. باكد على المعلومه دي تاني وعشان كده قريتها مره كمان. حظر طلب اصدقاء جديده ينتهي تلقائيا بعد المده المحدده التي يخبرك بها الفيسبوك، فلا داعي للقلق. ما تقلقش خالص، مجرد ما تنتهي مده العقوبه بتاعتك على حد قول الفيسبوك، العقوبه تنتهي، حضرتك هترجع لحياتك طبيعيه خالص، ومش هيتعمل يعني هو مش هيحطك في البلاك ليست ولا حاجه، عادي هتمارس حياتك عادي خالص، وهتضيف فريندز تاني خالص. كل الحكايه ان انت كن حذر عشان خاطر ما تخسرش وقت. اذا تعرضت للحظر من احد الاصدقاء على انك تزعجهم، فانت تحتاج لدعم من بعض الاصدقاء المقربين ليتم فتح حسابك مره اخرى من خلال قيام الاصدقاء باستخدام الخاصيه التاليه. في حظر مش مجرد حظر انك تاد فريند، يعني اد فريند دي اضافه اصدقاء، دي ابسط ما يكون، ان هو يمنعك من انك تضيف فريندز دي ابسط ما يكون. لكن ساعات بيبقى في حظر ان انت مثلا نشرت كومنت في غير محله فضايقت الغير، فيبقى مش مسموح لك انك تعمل كومنتات. يعني في حظر بيبقى اقوى شويه من منعك انك تضيف فريندز، بيبقى مش مسموح لك تعمل كومنتات على اي موضوع، مش مسموح لك المشاركه، وده بيبقى اقوى واصعب من حظر اضافه فريندز. دي اضافه فريندز دي ابسط ما يكون في الحاله دي. وفي بعض الاصدقاء كلموني قبل كده وقالوا ان هم مش عارفين يفتحوا حسابهم، يعني بيجي حتى يضيف الايميل والباسورد بتاعه الفيسبوك مش عايز يفتح له الحساب اصلا من بره، ودي بقى بتبقى بتخنق جدا، وبتبقى يعني صدمة قوية جدا بالنسبة للمسوي الالكتروني. في الحالة دي هو محتاج للدعم من فريند تاني، لازم فريند تاني يدخل يعمل له لايك او اي اشارة تانية من حسابه التاني عشان خاطر يتفتح الحساب. طب هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها بوك، يعني ترجمتها بالعربي يعني وكزة، زي ما يكون حد ايه بيزقك، دي اسمها زقة او ايه وكزة. البوك دي ليها مزايا هنقولها كمان شوية. السي فريندشيب والبوك، دي البيانات اللي كانت موجودة في المربع الحواري اللي حضرتك شفتوه من شوية. add to internet list، suggest friends، unfriend، report وبلوك، وadd a budget to your site. دي الكلمات اللي كانت في المربع اللي شفناه من شوية.
طبعا الفريند شيب، حضرتك لو عايز تشوف انت صادقت على سين من الناس امتى، يعني علاقة الصداقة كانت امتى، فبقول لك اهو فيسبوك فريندز سينس فيبروري 2011، هي انشأت الحساب بتاعها في فبراير 2011، ومن ساعتها بقينا اصدقاء. طبعا دي حاجة يعني مش مفيدة طبعا كمساوئ الكتروني ولا حاجة. البوكت اللي هي الوكس زي ما قلنا، you have booked زهرة البنفسج. في حد عمل بوكت لزهرة البنفسج؟ هو غالبا انا عملت بوكت لنفسي من اكاونت تاني. ناهد مجاهد اند نونا روز اند محمد بكري بوكت يو، كل دول عملوا لي بوك وكزة. الوكزة دي بتساعدني لو انا اتقفل الحساب بتاعي. فوائد الوكزة زي ما ذاكر كده في الصفحة، فوائد الوكزة او البوك: دعم الاصدقاء في حالات اغلاق الحساب، توطيد العلاقات بالسلام والتحية. ساعات الناس بتعملها كايه، كفان، يعملوا ايه بوك لبعضهم. تتربع مصر على عرش دول منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك، والبالغ عددهم 12 مليون مستخدم من إجمالي 44 مليون مستخدم في المنطقة العربية، وهو ما يمثل 40%، مش 4، هي 40% من مستخدمي الفيس آه لا 4% من مستخدمي الفيسبوك عالميا. كما أن ده مصر فيها 4% من مستخدمي الفيسبوك عالميا. كما أن معدل استخدام الرجال للفيسبوك يتفوق على السيدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ نسبة المستخدمين من الرجال 65%، بينما تصل نسبة المستخدمات من السيدات إلى 35%. الإحصائية دي احنا محتاجين لها في ايه؟ محتاجين لها لما بنسوق منتج. أنا بسوق المنتج دوت، هل المنتج له علاقة إذا كان في ميل ولا ميل؟ يعني هل المنتج مرتبط مثلا ملابس مثلا؟ مرتبط اذا كان حريمي ولا رجالي، ولا هل المنتج مثلا مواد مثلا خاصة بالتجميل وكده، فهي محتاجة السيدات. عشان كده هو بيعمل الاحصائيات دي عشان اعرف انا موقفي مين، جمهوري قد ايه. خدمة ال RSS، تويتر فيد او خدمة ال RSS هو تنسيق بيسمح بتغيير محتوى الويب بانتظام. عندي موقع، سواء الموقع دوت كان موقع مدفوع، يعني في ديزاينر عمله وفي مصمم عمله وبعد كده اتدفع له، اتعمل له دومين وهوستنج وبقى موقع متكامل، او موقعك اللي هو صفحتك على الفيسبوك او تويتر او اي موقع من الشبكات الاجتماعية. تنسيق تويتر فيد خدمة بتسمح بتغيير محتوى الويب بانتظام، يقدم العديد من الأخبار المتعلقة بالمواقع أو المدونات وغيرها، ويستخدمه الناشرين على الإنترنت كوسيلة لجذب الزائرين. ودي أهم جزء في الموضوع، هو وسيلة لجذب الزائرين، حيث يمكنك تجميع الأخبار المتعلقة بموضوع ما من خلال هذه الخدمة. دلوقتي على سبيل المثال أنا بشتغل في تسويق لمستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل أنا مش كيميائي، ومش بشتغل، يعني أنا بشتغل كمسوق بس، يعني أنا أصلا راجل بتاع تجارة أو تجاري أو تاجر، وببيع مستحضرات تجميل، لكن مش بالضرورة أكون عارف التركيب الكيميائي بتاعة المستحضرات دي، ومش بالضرورة أكون عارف كل فوائدها أو كل الديتيلز بتاعتها إلا من خلال الوظيفة. يعني مع الوقت بتعلم إيه الديتيلز بتاعت الإيه، مستحضرات التجميل، اللي هي الديتيلز زي إيه، زي مثلا إيه اللي بينفع للبشرة الحساسة، إيه اللي بينفع للبشرة الدهنية، إيه اللي بينفع للبشرة الجافة، الحاجات اللي هي بيستخدمها أي حد أو اللي هي بتنفع المستخدم النهائي. طيب أنا ما عنديش خبرة أو ما عنديش معلومات كافية أقدر أضيفها للناس باستمرار، والناس بطبيعتها بتحب التجديد. لو انا مثلا النهارده دخلت على صفحة حد على الفيسبوك ولقيت الصفحة فيها موضوع شيق عجبني فقريته، مش بالضرورة ان انا هدخل الصفحة مرة تانية، انا دخلت قريت الموضوع وخرجت. لو حضرتك كصاحب الصفحة
ما عملتليش موضوع تاني شيق يجذبني للمرة التانية والتالتة والرابعة والعشرة، مش هدخل تاني. يبقى إذا أنا دخلت مرة الأولانية لما كان في موضوع جذبني، أو موضوع أنا يعني مهتم بيه، كنت عايزة أقرأ في الموضوع دوت، فلقيت موضوع بيتكلم عن حاجة تخصني أو حاجة أنا بحبها فدخلت قريتها. لكن لو حضرتك ما عملتش عملية التجديد دي الأبديت باستمرار، أنا مش هدخل لك تاني. وبالتالي حضرتك كصاحب موقع مسؤول عن ان انت باستمرار يبقى عندك موضوعات متجددة. طب انا معلوماتي في الموضوع ده بسيطة، خبراتي في الموضوع ده بسيطة، لسه ببتدي، ما عنديش معلومات كافية. طب اعمل ايه؟ اجيب موضوعات منين تجذب الزوار عشان يدخلوا الموقع بتاعي، سواء موقع متكامل زي ما قلنا او حتى صفحة على الفيسبوك، من خلال خدمة بتقدمها لنا تويتر اسمها تويتر فيد، او اختصارها ال RSS. فوائد واسباب استخدام خدمه ال RSS: توفير الوقت بالنسبه للاشخاص الذين يستخدمون شبكه الانترنت بانتظام. ال RSS ليها فايدتين. الفايده الاولانيه، لو حضرتك مستخدم عادي خالص ومش مسوق ولا حاجه، بس كل الحكاية ان انت ما عندكش وقت انك تدخل كل المواقع الاخبارية، انت بتهتم بالرياضة وبتحب الرياضة وعايز تقرأ عنها، بس ما عندكش الوقت الكافي انك تدخل كل المواقع الاخبارية وتدخل على صفحة الرياضة بتاعتها. طيب بس عايز تعرف اخبار الرياضة، عايز تعرف اخبار الرياضة عموما سواء كرة القدم او اي كرة تانية. طب اعرف ده ازاي؟ بستخدم خدمة الـ RSS على صفحتي في الفيسبوك، باخد خلاصات، بنسميها خلاصات، يعني خلاصات يعني جزء من المقال، رابط المقال زائد جزء من عنوان المقال بيتحط لي على صفحتي على الفيسبوك. طب انا كل شوية هدخل احط انا العنوان دوت او اشيره؟ لا مش اشيره ولا حاجة، انا مجرد بطلب الخدمة من موقع تويتر فيد وهو بينزل لي ده تلقائي. طب كل قد ايه؟ كل نص ساعة ممكن، كل ساعة ممكن، مرة في اليوم ممكن، ومرة كل فترة زمنية ممكن برضه. هندخل وهنشوف الكلام ده. يبقى فوائد وأسباب استخدام خدمة الـ RSS: توفير الوقت بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون شبكة الإنترنت بانتظام، فإنه يسمح لك بسهولة البقاء على علم بآخر محتوى من المواقع التي تهتم بيها. يعني أنا هختار 5 6 مواقع، والرقم ده طبعا ممكن يزيد ممكن يقل، المواقع دي كلها انا بحبها او فيها بتنزل معلومات بتجذبني، هاخد الخلاصات بتاعت المواقع دي في بند معين هو بند الرياضة مثلا. يعني انا هدخل مثلا على رابط الرياضة، يعني رابط الرياضة ال RSS بتاعت الرياضة، او على رابط الاقتصاد ال RSS بتاعت الاقتصاد. في كل المواقع دي هدخلهم موقع موقع وهربطهم بايه؟ ببرنامج تويتر فيد، وبعد كده هو هيبتدي تلقائي ينزل لي الخلاصات بتاعته كل ايه، كل نص ساعة او كل ساعة وحسب الاتفاق. وهنشوف ده ازاي. في حين توفير الوقت عن طريق عدم الحاجة الى زيارة كل موقع على حدة، مش لازم ادخل كل موقع عشان ابص واشوفه هو ده، انا على بال ما ادخل الموقع ولو الموقع بيتطلب التسجيل واقعد اسجل والكلام ده كله هاخد فترة زمنية معينة. طب ما هو الاسهل من كده ان هو يبعت لي الايه ال RSS بتاعته او الخلاصات بتاعته ويريح. يبقى في حين توفر الوقت عن طريق عدم الحاجة الى زيارة كل موقع على حدة او الانضمام الى كل المواقع الاخبارية الالكترونية، بالاضافة الى ان المواقع التي تقدم خدمة ال RSS دائما بتتميز بالنمو السريع. يعني هي اصلا المواقع دي اصلا مواقع كبيرة، يعني مش موقع صغير، وبالتالي فعلا ممكن يكون البحث فيها هياخد مني بعض الوقت، بالاضافة بقى لان انا مش هدخل موقع واحد، انا هدخل 5 6، يبقى انا خدت ايه الوقت مضاعف، استهلكت الوقت مضاعف 6 مرات. دي امثلة على المواقع الاخبارية اللي ممكن ان احنا نلاقي فيها خدمة ال RSS. من الملاحظات برضو ان مش كل المواقع الاخبارية بتعمل خدمة ال RSS وان كان معظمها، ولذلك انا بدخل في كل موقع ادور على خدمة ال RSS، لو ما لقيتهاش هنعرف مع بعض ازاي نبحث على خدمة ال RSS جوه الموقع، يعني ازاي نكتشف اذا كان الموقع دوت بيقدم خدمة ال RSS ولا ما بيقدمهاش. مبدئيا هنقول الامثلة اللي مكتوبة ديت: يلا كورة، ياهو نيوز، انتي نيوز، مصراوي، اخبار مصر، اخبار نت، الجزيره نت، حزب الحريه والعداله، كل دي اخبار، كل دي مواقع بتقدم خدمه ال RSS.
هناك العديد من المواقع الإخبارية المرتبطة بمحركات البحث، ودي مواقع إخبارية بتقدمها محركات البحث زي جوجل ريدر ونيوز جيتر وماياهو وبلوج لاينز وكل المكتوب دوت. المواقع